مباريات حتى الان احنا يعني ما شفنا هنا في اي ضربه جزاء ولا حتى خطوره. كره ملعوبه اماميه على 18 بيحاول يعدي بيحاول يلعب 18 النقيل ويحاول يسدد كره اللعب جول جول. كره ملعوبه جميله كره ملعوبه جميله جميله جدا اللعبه الكويكوي اللي ظهر فيها كما لم يظهر من قبل يسجل الهدف الثاني للاتفاق. كرة ملعوبة جميلة كرة ملعوبة جميلة لعبت وسجل الاتفاق الهدف الثاني عن طريق محمد الكويكبي. هدف ثاني يشوف الإعادة مرة ثانية يشوف واضح ان كرة جول واضح ان كرة جول واضح ان كرة جول راح يلعبها لها لعبها على اليمين يشوتها ما يقدر يسوي شيء الحارس خلاص ما يقدر الحارس متعب شراحيلي ما يقدر يسوي شيء ما يقدر يسوي شيء. والهدف الثاني شوف تسديده قويه الهدف الثاني سجل الكويكبي بعد ما سجل هزاع الهدف الاول والنتيجه الان هدفين للاتفاق لا شيء للرائد لا شيء للرائد تقريبا.